مقتل اليوتيوبر الأمريكية السعودية دانا العتيبي طعنا على يد زوجها الأمريكي في ولاية هاواي. ووقعت جريمة القتل بعد شجار بين الزوجين على طريق عام إثر خلافات شديدة بينهما خلال الفترة الماضية، حيث كانت العتيبي تحاول ترك العلاقة العنيفة مع زوجها الذي سبق ونشرت على اليوتيوب مقاطع تشتكي فيها من عنفه. وكانت العتيبي حاملا بشهرها الثالث عندما تلقت الطعنات من زوجها السابق أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية. ودانا العتيبي هي أمريكية سعودية بالاسم على الأقل، حيث أن والدها سعودي من مدينة الرياض كما تروي في مقاطعها، لكنها تؤكد أنها لم تكن لها صلة بوالدها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها. وفي المقطع تقول دانا العتيبي أن والدها أراد تربيتها تربية إسلامية محافظة، لكن والدتها وهي كولومبية رفضت ذلك ليتركها الوالد وينقطع عنها منذ ذلك الحين. وتضيف أنها بعد ذلك ربتها والدتها المسيحية حيث ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم العتيبي محتوى مرئيا باللغة الإنجليزية وتحصى مقاطع الفيديو الخاصة بها بآلاف المشاهدات، وتحتوي فيديوهاتها على مشاهد عري وتظهر في بعضها وهي تردد أغاني تتضمن مصطلحات خادشة. أثارت جريمة مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي في الولايات المتحدة صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنها كانت حاملا في شهرها الثالث عندما قتلها زوجها السابق طعنا في الشارع العام. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن شرطة هونولولو قولها أن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات من قبل زوجها السابق على الطريق السريع في هاواي الأمريكية. وأشارت الشبكة إلى أن الجاني جندي في مشاة البحرية الأمريكية، فيما تساءل الناشطون عن الأسباب التي دفعت الجاني إلى قتل دانا العتيبي. وبحسب فوكس نيوز مر الزوجان السابقان بفترة طويلة من الخلافات، وفي وقت وقوع الحادث كان يتشاجران، والعتيبي والمشتبه به متزوجان منذ ما يقارب عن 3 أعوام، لكن الجاني تقدم بطلب طلاق في نوفمبر ووافقت عليه محكمة الشهر الماضي. ووثقت العتيبي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها على اليوتيوب تفاصيل العلاقة التعسفية التي كان يمارسها زوجها عليها. وفي إحدى مقاطع الفيديو التي نشرتها على اليوتيوب كشفت العتيبي أن زوجها السابق هددها بالقتل إذا لم تعد أموالا خاصة به كانت قد استخدمتها دون أن يسمح لها بذلك. وأوضحت أنه أثناء تواجد زوجها في مهمة باليابان أخبرته أنها تعاني من اكتئاب وأن لديها أفكارا لإيذاء نفسها، فطلبت منه أموالا كي تشتري تذكرة سفر وتذهب إلى أمها، لكنه رفض إعطائها الأموال. وأضافت اكتشفت أنه قام بتنزيل تطبيق للمواعيد مقابل 124 دولارا، كان لديه ما يكفي من المال لدفع ثمن تطبيقات المواعدة ومقابلة نساء عازبات في اليابان، لكن ليس لديه أموالا لتذكرة سفري. وتابعت كنت يائسة واستخدمت أمواله لشراء تذكرتي وبمجرد أن اكتشف ذلك قطع عني المال. واستطردت بالقول هددني براين بقتلي إذ لم أعد المال إليه، وقال أنه سيقدم عنوان منزلي وتفاصيل رحلة الطيران لأشخاص معينين بنية قتلي، مشيرة إلى أن لديها دليل تسجيل الفيديو على ذلك. وقالت أنا خائفة حقا من العودة إلى المنزل بسبب التهديدات بالقتل وتراودني أفكار بالانتحار. وأشارت إلى أن خلال فترة الزواج كان براين يسيء إليها جسديا كثيرا وضربها وخنقها حتى أغمى عليها. وأضافت أشعر بالخوف واليأس، إذا كان لديكم أي نصيحة أو إرشادات يرجى المساعدة. لو عجبك الفيديو وعجبك قناة معلومة ترند اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس وما تنساش تشاركها مع أصحابك.